هذا الفيديو راح احط لكم فيه الهومورك اللي حاطلبه منكم. بدي منكم ترجعوا على الاكسترا اكسرسايز اللي حليناه الحصه الماضيه اللي كان فيه عندنا جلاس 1 جلاس 2 اند جلاس 3. بدي منكم تعطوني give one way to make the concentration in glass 1 the same as in glass 2. كيف فينا نخلي الكونسنتريشن بالجلاس 1 تصير قد الجلاس 2؟ اول شي بتطلعوا بتشوفوا نحنا بدنا نعلي الكونسنتريشن ولا نوطي الكونسنتريشن. عندكم طريقتين لتعلوا الكونسنتريشن، هي هون اخدتوهم، وعندكم طريقة واحدة لتوطوا الكونسنتريشن. بدي خلي الجلاس 1 تصير مثل الجلاس 2. الجلاس 1 الكونسنتريشن اللي فيها اقل من الجلاس 2، يعني بدي اعلي الكونسنتريشن بالجلاس 1 لتصير مثل الجلاس 2. شو بتعملوا؟ اعطوني طريقة واحدة. Part 2. Give two different ways to make the concentration in glass 2 and glass 3 equal. هون بدي منكم تطلعوا بالجلاس 2 والجلاس 3 وتعطوني طريقتين لحتى يصيروا الكونسنتريشنز بهيدول التو جلاسز the same. بتطلعوا فيهم، هون عندنا 100 مللتر من الووتر وهون عندنا 200 مللتر من الووتر، يعني هون عندنا سولفنت قليل هون عندنا سولفنت كتير، هون عندنا نفس كمية سوليوت 3 سبونز اوف الجوس. طيب طلعوا انا شو بدي اعمل، بدي خفف الكونسنتريشن ولا بدي اعلي الكونسنتريشن؟ concentration بالتو is less than concentration in 3، هاي حكيناها الحصة الماضية. يعني يا اما بدي اعلي الكونسنتريشن بالتو لحتى عفوا concentration بالتو اعلى من الكونسنتريشن بالتري، يا اما بدي خفف الكونسنتريشن بالتو لحتى تصير مثل الثري، يا اما بدكم تعلوا الكونسنتريشن بالثري لحتى تصير مثل الكونسنتريشن بالتو. بدي two different ways to make the glasses the concentration glass 2 مثل glass 3. هيدا الهوم ورك مش لنفس هاي الحصة، هيدا الهوم ورك بتبعتولي اياه للحصة الجاي ان شاء الله اذا الله رد. بيبقى بتبعتولي اليوم الاشياء اللي نقلتوه هون على دفاتركم، ويعطيكم العافية يا تيتشر. إذا عندكم أي سؤال طبعا بتسألوني.